يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الصوم الكبير. الكاثوليكون. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هوذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطوعنا فندير جسمها كله. هوذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. هكذا اللسان هو عضو صغير ويتكلم بالعظائم، هو نار قليلة أي وقود تحرق. فاللسان نار عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسد كله ويحرق دائرة الكون ويضرم من جهنم. أن كل طبع للوحوش والطيور والهوام والتي في البحار تزلل، وقد تزلل للطبيعة البشرية، وأما اللسان فلا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. هو شر لا يضبط مملوء ثم الموت، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين خلقهم الله على شبهه. من الفم الواحد تخرج البركة واللعنة، فيجب يا إخوتي أن لا تكون هذه الأمور هكذا. العلل ينبع من العين الواحدة نفسها العزب والمر. هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا أو كرمة تينا؟ فكذلك لا يمكن المالح أن يصير ماء عذبا لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين.